وللحديث أكثر عن حصار تعز ينضم إلينا من القاهرة وضاح الجليل الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد وضاح في هذه النشرة. في البداية، ما دلالات رفض ميليشيات الحوثي بشكل رسمي لفتح طرق تعز؟ نعم، مساء الخير وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين. الحوثي يؤكد ما كنا مقتنعين به منذ البداية، أنه لن يفك الحصار عن تعز ولن يفتح الطرقات إليها، ويريد أن يدير المسألة بطريقته وحسب مزاجه. استفاد الحوثي من الهدنة المعلنة بأن حقق بعض المكاسب، ورفض أن ينفذ التزاماته. من هذه المكاسب تشغيل ميناء الحديدة بالكامل ودخول كامل السفن المحملة بالنفط والتي استفاد منها بعوائد مالية ضخمة إلى خزينته، وأيضا تشغيل مطار صنعاء بما يحقق له ذلك من فائدة. أيضا استفاد من السماح بالسفر بالجوازات الصادرة عن إدارة مصلحة الهجرة والجوازات التي يسيطر عليها، ورفض في المقابل تنفيذ التزاماته بفك الحصار عن تعز وتسليم رواتب الموظفين تحت إدارته وسيطرته. هذا الأمر كان متوقعا منذ البداية، والحوثي يتعامل مع تعز أولا بأنها منطقة قاومته ورفضت الاستسلام لمشروعه، ورفضت السماح لقواته بالمرور عبرها باتجاه المحافظة الجنوبية. إضافة إلى ذلك، هو يستفيد اقتصاديا من هذا الحصار بسيطرته على ضاحية الحوبان التي تعد إحدى أكثر مناطق اليمن نشاطا اقتصاديا وتجاريا، وأيضا الاستفادة من فارق العملة بين مناطق سيطرته والمناطق المحررة. وإذا ما سمح بفتح طريق الحوبان سيكون قد سمح بتبادل السلع، وأيضا هذا سيؤدي إلى إلغاء الفارق في العملة الذي يصب لصالحه. الحوثي اقترح أن يفتح هذه الطريقة التي يتحدثون عنها، هي ما بين سوفتيل و عفوا جنوب او عفوا شمال مدينة تعز، يريد ان يفتح هذه الطريق لتكون تحت ادارته واشرافه، ويمر المواطنون عبرها فيتعرضون ايضا للاذلال والاهانة، ويعتقل منهم من يعتقل ويختطف من يختطف، ويغلقها متى يشاء ويفتحها متى يشاء، ولا يسمح ايضا بتبادل السلع والمرور عبرها بشكل كامل. هناك كان ايضا مقترح بفتح طريق اخرى لا تمر عبر الحوبان، وإنما تمر مباشرة تصل إلى مفرق الذكرة ومن ثم باتجاه مدينة القاعدة، بمعنى أنه لا يريد السماح بأن يكون هناك اتصال مباشر ما بين مدينة تعز وضاحية الحوبان، لأن ذلك يحقق له العوائد الاقتصادية. هناك أمر آخر، وهو أن الحوثي يتعاطى مع المنافذ التي يسيطر عليها كمواقع عسكرية استطاع السيطرة عليها خلال المعارك، وليس من الطبيعي أن ينسحب من مواقع سيطر عليها بمعارك عسكرية ما لم يكن هناك مقابلا أكبر يحصل عليه من الطرف الآخر. وبرغم أنه قد حصل على هذه المكاسب، إلا أنه يريد كما يبدو يريد مكاسب أكثر، هذا إذا كان مستعدا لتقديم تنازل في هذا الملف. فك حصار تعز لن يكون طيب إلا بعمل عسكري. بما أنك تحدثت سيد وضاح عن التنازلات، لماذا لم يقدم الحوثي أي تنازلات تذكر، على الرغم من تقديم الحكومة عدة تنازلات، منها مثل ما ذكرت فتح مطار صنعاء وأيضا توريد المشتقات النفطية؟ السؤال هنا، من يتحمل كل هذا التعنت من ميليشيات الحوثي بشأن فتح طرق تعز؟ نعم، هذا الأمر يتحمله بالتأكيد بقية الأطراف، أقصد هنا الحكومة والسلطة الشرعية والقوى المؤيدة لها من ناحية، والمجتمع الدولي الذي ضغط على السلطة الشرعية لتقديم هذه التنازلات والوفاء بالتزاماتها، مع وعود بأن الحوثي سينفذ هذه الالتزامات. كان واضحا منذ البداية أن فتح وتشغيل مطار صنعاء، وهو قرار سيادي، إضافة إلى تشغيل ميناء الحديدة وهو أيضا قرار سيادي عبر الهاتف وبتفاهمات تمت بالتواصل عبر الهاتف وعبر الإيميل، بينما فتح طرقات تعز يحتاج إلى
جلسات مفاوضات وسفر وفود وانعقاد جلسات وضجيج تسمع به الدنيا كلها ثم لا يتم من ذلك شيء، هذا يعني أن هناك خلل ما، وأن المجتمع الدولي لديه تواطؤ مع الحوثي ويريد أن يسير الأمور ويديرها بأي طريقة كانت، أقصد بطريقة عبثية وليست بطريقة مسؤولة. أما السلطة الشرعية فالمستغرب جدا كيف تقدم مثل هذه التنازلات دون أن تحصل على ضمانات حقيقية أو دون أن يلتزم الحوثي أولا بالبنود التي اتفق عليها ثم بعد ذلك تلتزم هي وتقدم التنازلات. ليس من المنطقي طالما والحوثي عرف عبر كل تاريخه بأنه ينقض العهود والالتزامات أن تقدم له تنازل وأن تبدأ أنت بالالتزام بينما تنتظر بعد ذلك منه أن يفي بالتزاماته. الآن ما يزال أمام السلطة الشرعية الفرصة لإعادة فرض أمر واقع من جديد. مطار صنعاء ما كيف يتم هذا فرض الواقع يا سيد وضاح؟ كيف سيتم؟ نعم التعامل مع الحوثي بالمثل. حتى اللحظة لا نستطيع أن نقول أن مطار صنعاء يعمل لصالح المواطنين والمدنيين، هو يعمل لصالح الحوثيين يكسبون منه الأموال وتحول إلى محطة جباية جديدة، فرضوا رسوم جديدة ورفعوا أسعار التذاكر بل وفتحوا سوق سوداء للتذاكر، وأيضا شكلوا لجنة مهمتها التجسس على المواطنين داخل المطار. وبالتالي لا نستطيع الحديث عن أن فتح مطار صنعاء يخفف المعاناة على المواطنين. المواطنون في مناطق سيطرة الحوثي يعانون بشتى السبل، والذين يستطيعون السفر منهم قلة لا تتجاوز 5%. إضافة إلى ذلك ينبغي تقييد أيضا الحركة في ميناء الحديدة لأن الحوثي يستفيد منها ماليا بالإيرادات التي تصل إلى الميناء والتي رفض الحوثي أن يستخدمها لتسديد رواتب الموظفين، بل يعبئ بها خزينته ويستعد لجولة جديدة من الصراع بعد انتهاء الهدنة، كما يستخدمه أيضا لاستقبال الأسلحة. الأمر الآخر والضروري والمهم جدا هو تحريك الجبهات العسكرية، لأن الحوثي لا يمكن أن يقدم أي تنازلات إلا تحت ضغط عسكري حقيقي، إما أن يكسره أو يجبره على تقديم التنازلات. أما بدون ذلك فالحوثي عندما استولى على مناطق وحقق تقدم عسكري في مناطق لن يقدم تنازلات بالانسحاب منها والتراجع عنها مهما كان. الحوثي لديه مشروع استئثاري، مشروع إلغاء للآخرين، يريد أن يحول الجميع إلى رعية وتابعين له ولن يقدم لهم أي تنازلات. تفضل. نعم، كان معنا من القاهرة وضاح الجليل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.